ما زال الغرور يركبهم، يقفون بتحد. والله لو اقتربنا منهم لتذيبهم حرارة أجسادنا. لا يا أخي، لقد أمرنا رسول الله ألا نقاتل إلا من قاتلنا. يا صفوان، أنت وعكرمة ابتعد عن الطريق، فنحن مسلمون مسالمون، لا نبغي قتالا. واللاتي لا تمرون إلا على جثثنا. والله لن نقاتلكم إلا إذا قاتلتمونا كما أمرنا رسول الله، وسندلف إلى مكة، فإن أردت السلامة فابتعد أنت ومن معك. إذا كان نبيكم قد أمركم بألا تقاتلونا، فنحن نقاتلكم ونقتلكم. ها هم يقاتلوننا يا ابن الوليد. يا قوم، والله إنا قد نفذنا أمر رسول الله. صمم المشركون على القتال وهاجموا خالداً ورجاله في الخندمة، فاضطر خالد للدفاع عن نفسه، وما أن تقدم إليهم حتى تطايرت أجساد المشركين، فهرب من هرب وأصيب من أصيب. كان بإمكان خالد بن الوليد أن يسحقهم منذ البداية، إلا أنه حافظ على وعده مع رسول الله بعدم إراقة الدماء أو القتال إلا إذا اضطر لذلك. افتحي يا امرأة، افتحي يا امرأة. أغلقي علي الباب يا امرأة، أتباع محمد، أتباع محمد. ماذا حدث يا راجل؟ طوفان يا امرأة، والله لو وقفت أمامهم الأفيال لسحقوها سحقا. وأين ما كنت تقول يا راجل؟ ألم تعد بقطع رقاب هؤلاء؟ إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة، وأبو يزيد قائم كالمؤتمة، واستقبلتهم بالسيوف المسلمة، يقطعن كل ساعد وجمجمة، ضربا فلا تسمع إلا غمغمة. دخل جيش المسلمين مكة من أربع جهات كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن لقريش فرصة للتسلح والاشتباك مع المسلمين، فحقنت الدماء وفتحت مكة بإذن الله. عاد نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى وطنه بعشرة آلاف مسلم أقوياء، وقد خرجوا منها ضعفاء معذبين. دخلها قوياً منتصراً، ومع ذلك كان يخفض رأسه تواضعاً لله الذي أكرمه وأعز الإسلام بهذا الفتح العظيم. دخل وهو يقرأ سورة الفتح. وهنا تتجلى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نجده في أثناء الطواف وقد وجد 360 صنماً، فجعل يطعنها بقوس في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقاً. فما يكاد يطعن الواحد منها حتى تسقط على وجوهها أو تنقلب على ظهورها حتى سقطت جميع الأصنام. هي معجزة
ومظهر رائع لنصر الله وعظيم تأييده لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم دخل رسول الله الكعبة وكبر في جوانبها من الداخل، ثم صلى وخرج. ينادي رسول الله على عثمان بن طلحة ويعطيه مفاتيح الكعبة ويقول: اليوم يوم بر ووفاء. هنيئا لك يا عثمان، فقد عادت إليك مفاتيح الكعبة. ومن يفعل هذا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يغفر ويكرم ويسامح. يا بلال، رسول الله يطلب أن تعتلي الكعبة وتؤذن. السمع والطاعة لرسول الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا حيّا